السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 3 في كلام في البيزنس. اتكلمنا في أول فيديو عن البالانس شيت أو الميزانية، واتكلمنا في تاني فيديو عن الانكم ستيتمنت أو قائمة الدخل. النهاردة عايزين نتكلم على مصروف بنشوفه في قائمة الدخل وبيبان معنا برضو في الميزانية، وهو الإهلاك. يعني إيه إهلاك؟ إهلاك يعني تقسيم قيمة الأصل الثابت في خلال فترة استخدامه أو على سنوات استخدامه. يعني انا لما بشتري عربيه تمنها 100,000 جنيه، لو انا عارف ان بعد 5 سنين هتكون قيمتها صفر، فبحسب مصروف كل سنه 20,000. صحيح انا دفعت المصروف مره واحده بس ككاش اوت، لكن كمصروف انا بشوفه 20,000 جنيه كل سنه على مدار 5 سنوات. ليه بعمل كده او ازاي بعمله؟ خلينا نشوف مثال بالارقام. في 3 اشخاص قرروا ان هم يشتروا عربيه يشغلوها مع كريم. ف خلينا نبص برضو على الميزانية بتاعتهم. في الأول هم حقوق الملكية بتاعتهم 150,000 جنيه، اشتروا أصل ثابت اللي هو العربية تمنها 150,000، والميزانية مظبوطة يمينها زي شمالها. في آخر السنة هيعملوا الإنكم ستيتمنت بتاعتهم أو قائمة الدخل. إجمالي مبيعات العربية دي هنفترض إن هو كان 60,000، والمصروفات اللي هي البنزين والصيانة وعربية اتخبطت مرة صلحوها، النسبة اللي بتاخدها شركة كريم، جمعنا كل المصروفات دي على بعضها وقلنا ان هي بتساوي 30,000. هم عملوا كده وقالوا والله مبيعاتنا 60,000، كل مصروفاتنا 30,000، يبقى احنا الحمد لله الحمد لله اول سنة كسبنا 30,000 جنيه. ناس كتير حقيقة بتعمل الخطأ الشائع ده. هل هم فعلا كسبوا 30,000؟ لو كانوا كسبوا 30,000 كان هياخدوا 30,000 دي ويحطوها هنا في حقوق الملكية ويقولوا والله احنا كنا مستثمرين في الشركة دي 150,000 جنيه، النهاردة بقينا مستثمرين في الشركة 180,000 جنيه، وتمن العربية 150 زي ما هو، وال30,000 دول طبعا موجودين كاش، يبقى الكاش جوه الشركة 30,000، وكده بقت الميزانية يمينها زي شمالها 180,000. طب هل الكلام ده مظبوط؟ لا مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ عشان احنا لو بعنا العربية النهاردة هي اكيد مش هتجيب 150,000. يعني لو قرروا ان هما بعد سنة كسبوا 30,000 وقال خلاص عايزين نصفي الشركة او عايزين يطلع واحد من الشركة، فهيجي يقول والله تعالى نبيع العربية، العربية جابت 120,000 جنيه. يبقى الحقيقة ان الاصول كانت لما جينا نصفيها 120,000 وفي 30,000 هنا، يبقى 150,000. هنيجي نقسمهم على عددهم اللي هو 3، يبقى 50,000. يبقى رجعنا تاني كل واحد خد نفس المبلغ اللي هو كان دفعه في الاول. يبقى الحقيقة هم كانوش كسبانين اول سنة 30,000، هم ما كانوش كسبانين الرقم ده، الرقم ده مش حقيقي، لان لما جم يصفوا الشركة ما جابت لهمش 30,000. المفروض لو كانوا كسبانين 30,000 واجمالي هو الملكية 180,000، يبقى المفروض لما نصفي الشركة كل واحد يجيله 60,000، هو جاله 50 بس. يبقى الكلام ده مش حقيقي. واكبر دليل على كده ان لو استمرت الشركة بالشكل ده بعد 5 سنين العربية هتبقى بصفر، وهم في الاخر هياخدوا 30,000 في 5 ب 150,000 جنيه، يبقى بس استردوا فلوسهم. طيب حد تاني ممكن يقولك لا، ما هو انت عملت حاجة مش مظبوطة، انت جيت على العربية واعتبرت ان هي مش مصروف، مع ان العربية زيها زي اي حاجة تانية مصروف. يعني ايه يعني عايز تعمل ايه؟ يقولك والله زي ما شلنا تكلفة البنزين وزي ما شلنا الصيانة شلي كمان العربية، يعني 30,000 دي اخصم لي منها 150,000 جنيه تمن العربية، ما هي مصروف زيها زي البنزين زيها زي اي حاجة تانية، وانا دلوقتي الشركة خسرانة 120,000 جنيه. فياخد ال 120,000 دي يحطها هنا بالناقص 120,000، يبقى الشركة دلوقتي حقوق الملكية فيها 30,000 بس اللي هم موجودين في الكاش، ويبقى العربية بقت بصفر، وهنا بقى يمين الميزانية زي شمالها. طب هل الكلام ده برضو صحيح؟ لا، هما لو صفوا الشركة برضو هيطلع نفس الرقم اللي فات، هيبيع العربية ب 120,000 ومعاه 30، يبقى 150 وكل واحد هياخد 50، مع ان على الميزانية دي كل واحد نصيبه 10,000. يعني لو حبينا الميزانية دي لو حبينا نخرج واحد من الشركة المفروض نديله في حدود 10,000 جنيه، لكن الحقيقة ان الشركة فيها اكتر من كده. شركة لو باعت العربية ب 120,000 وال30 فيها 150,000، يعني كان المفروض نصيبه 50,000. في الحالة دي الميزانية ما لم تعبر عن الواقع بتاع الشركة،
والانكم ستيتمنت او والارباح اللي طلعت فيها لم تعبر على واقع الشركه. طب حل الموضوع ده حسابيا ايه؟ حله حسابيا انه والله صحيح احنا صرفنا ال 150,000 لكن هم لسه موجودين بيتصرفوا وبيقلوا على مدار استهلاكنا للعربيه. فهقول والله العربيه دي انا عارف ان هقدر استغلها لمده 5 سنوات، وبعد 5 سنين هيبقى عمرها هيبقى سعرها صفر. فهقول 5 سنين على 150 يبقى 30,000 جنيه. فاقول والله انا عندي مصروف بيقولوا عليه نون كاش اكسبنس، مصروف ما هواش كاش، فهو هيبقى عنده 30,000 جنيه مصروف اهلاك. يبقى هنا الحقيقه ان هما لا كسبوا بالحسبه دي، لا كسبوا ولا خسروا، وهناخد الصفر هيتحط هنا يفضل 150,000 جنيه. طب هنعالج الكلام ده الناحيه التانية ازاي؟ بنعالجه بالشكل الفلاني. بنقول والله احنا كان عندنا 150,000 جنيه تمن العربيه في اول السنه، حققنا عليها اهلاك ب 30,000، يبقى تمن العربيه في المستندات دلوقتي 120,000 جنيه، وعندنا كاش في الخزنه اللي هو 30,000، وكده بقى يمين الميزانيه زي شمالها 150,000 جنيه. بعد 5 سنين السنه اللي بعديها هيحط هنا 30 وتبقى دي 90 وهكذا لغايه ما يبقى قيمه الاصل الثابت صفر. ممكن ساعتها يبيع العربيه تبقى ب 10 تبقى ب 20 تبقى ب 30، في الحاله دي بتخش كايراد اضافي. لكن انا ما ينفعش اصرف ثمن العربيه كله في اول سنه لانه هيحقق خسائر كبيره جدا ما حصلتش، وما ينفعش ما اعتبرش ان ثمنها بيقل او قيمه الاصل دي بتقل واسيبه وما احسبش اي اهلاك ليه عشان لمجرد ان هو اصل ثابت. ما هو اصل بس قيمته بتقل، مفيش اصل قيمته ما بتقلش. هتيجي تقول لي طب والله ما انا ممكن يبقى عندي حته ارض، اقول لك الارض ما عليهاش اهلاك لكن المكن عليه اهلاك، والمكن لازم قيمته هتقل مع الوقت. اتمنى يكون الفيديو واضح وتكونوا استوعبتوه. لو في اي حاجه تانية يا ريت تقولوا لي في التعليقات. متشكر جدا لكم، شكرا.